أما صورة اليوم فقد اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي وحيرت روادها بامتياز. الصورة تعود لثنائي حمار وحشي التقطت في لحظة مثالية، مما خلق خداعا بصريا لا يصدق. وتعود الصورة إلى مصور الحياة البرية الشهير الهندي ساروش لودي، التقطها قبل عام في محمية ماساي مارا الوطنية في كينيا، وبعد أن نشرها حديثا أصبحت حديث الساعة على المنصات الرقمية. والسؤال واحد، هل تستطيعون أن تحددوا أي حيوان منهما في المقدمة؟ أي منهما ينظر إلى الكاميرا؟ أنا بنظري شفت أن الحيوان على اليمين هو الذي ينظر إلى الكاميرا، وبعد تكهنات عديدة من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تواصلت مع صاحب الصورة ساروش لودي من خلال تويتر، وأكد لي أن الحمار الوحشي على اليسار هو من ينظر إلى الكاميرا.